السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودمان أصحابت غالية ميلك استودنو دا دعليد كتشوكتان هاي حالكن يوا أحمد شعيل ميديا وأنا أقول لك أن أي شخص يحب أن يكون هناك 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 أي شخص يحب أن halku ka bilaama halku ku dhamaada jacaylkii calafka maxaa u dhaxeeya lacagtii jacaylka kiba weyn iyo qaar kale oo fara badan haye barnaamijku waa barnaamij aad iyo aad ku xisa gelin doona kaliya waxaanu ka rabnaa like share iyo subscribe inaad nagu soo caawiso si aanu dadweynaha Soomaalida u gaarsiino barnaamijkan haduu Allah awood leeyno hadba waxaan ni sheegayaa barnaamijku inuu la magac baxay dunida jacaylka dunida jacaylku waa maxay dunida jacaylku waa qof walba binaaadana waxa uu ku sugan yahay oo xaalad ah xaaladaas oo ah xaaladda muhiimada ee kalgacaylka qofka u gaarka sida dirtid barnaamijka waxaad kala socon kartaan Ahmed Jacayl Media waan bilaabi doonaa barnaamijkeena haddii Allah wada leedmo daawasho wanaagsan assalaamu alaykum marka koobaad horta walaal waa ku faraxsanahay kuna soo dhawow channelkayga Ahmed Jacayl Media waan ku faraxsanahay adigoo fanaaniin inaan kula kulmo lagu yaqaan Xamse Toolmeel bal markii hore Xamse Toolmeel markii laga yimaado magacaagu saddexan noo sheegalaad horta walaal magacaagu saddexan Ahmed Jacayl oo aad dad maasan tahay waa Xamse Farxaan Daahir سفرحان داهر ما هسن الحمسة ونقف رح سنة هنا ما أنتوا كلكم موجودين كي ينادك صدق موقته مركب كوبات حمسة وراح تهنيم فنانة وحدو يستا لما صوم هذا أفك كل دون كل هذا الشيء إنه عيد كل دون هذا يقول فنانة هسا هاد جزء بيسوي وحكى هلا أنت بلان تعيل مو ما حد تعيل هذا بقى فرت تعيل هو إن واحد شره أو مسن هاي أو نقل نقول لي أو نحكر لي تعال هو واحد شرنا مسنا هلو أنا هالك ها ولي بالله دي منكر أو ولي بمنكرنا سوا حربا بنا حربا ما شاء الله ما سنا حمسي سؤال كلام كويديو نفنا نتاعي هسا دال سا لغو ديبا بوان دو كو ديبان هسا سوي حكت رجمان كل قايل يا تعال قارنو حكت رجمان نعيب هذه كان لف سهان تارا هسا تقاطو قلبي يا متهتن أذيت برتو واحد نقدان هسا هو كوا لي ديبا قارنو عند البضو يقار لي دوره مركها واحد أنا قاعدي ثابني كوا عند البضو ما دام أنا قد لقيها الله يعني كبا، تعال كأني بحلي قوي دين يو أنا بكرس النفط يدي وحوي دين يو أقول كني مركب أنا قوي دين يو رأي هسنا عسي سمي، مركب هس تعال كأني قوان غادي درين قوني إلى هاني سه هس تاني لقي سمي يا ما شاء الله and what's next and قوي ديو هذيك نف أهانت هذا ما مسنت تعال ها وأنا مسنه لا حد ها دخ يكل قايل محاور حي دخ يكل قايل دخ يكل قايل وحاور حي وحنا نقرأ دوخ مركب نقطه وقفتي دوخ هذا النقضي كان قاعد يكون هو واحد وهاي سقف كله مركب هذا كان قاعد يجري دوخ كل شيء يا بدي قفي كان قاعد برضه هاي صار هذا سقف كان قاعد أنا وهم دوخ هذا جري هاي حكم ترى يدق قف بس قف كله كون هذا كان قاعد وهاي صار مركب بس من أحسن and أدي وكو هلا يأفكي فنانين تاع and فنانين تودن هسه وده قادم هسه فنانين تو قادم هل يلا بهذا كهو فيديو ما لورن كراف فنان كو استقل لفتي سه سخو سيئة ترى نرشيسا تابتا وحنو جيستا ان فنانتك لا ساي قادان ها هي سو معناها درن دبل قسمي درن دبل قسمي فنانك لفتيسا تابتا ها انو قار بدل مرخا تسكا هو جيران انكستو دي وحل بو كوناغسين قرينتا نعم مرخا لا قرنيو بس لا كو جيران هي سب بدل دلك تابتا فناني بدل هي سب بدل قادان هو جيران ولي درين غونيو كولا ايغا لفتودا او ايغا ساميا او ايغا مرخي قاديا مشعورتو خيتاي بدلنت هيبا حمسي ابد ما سنت سؤال شي دغ دنبيسا فعل عدوس من سوقف كا أدوك تعيش هاي عادي جنب فانت هذا فعل عدوس من سوقف كا أدوك تعيش هاي تعيل كا جا حكوا جم عن فعل عدوس من يوقف كنا تعيل هاي توقف كنا تعيل هاي معناها هو حنلو قبل كرينو كلامات كلا واحد ويان بين النفط إذا والنفط إذا جوب بدلون بين كرين لكن واحد ولا قو لعو أدوية تهاجم واحد تعيل عدوس من يضي لو ما تعيل هاي بوقف كيه أديت بوما سنت حمسكم هاد علني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله المركب هو كسر دو كان كيجا أحمد تعايل ميديا مركب هو مجا عاجو سد حنيكو بلاد الرالية أوه بس أحمد مو عاجو حبيبي ما هاد عبد علي ما هاد عبد علي ود ما سنت ولا القعلية حديان سؤال وكفتنو كويديو دين كا تعايل كا and وحوي مركب كوبات هو محيك القعيل كل قعيل كل قعيل دوا كل قعيل ويحويد تعايل ويدي ما هي القعيل مركب ما حد كسر كوب
الجعيل هو جعيل هي وي وما حد جعيل طبعا يا وما حد جعيل 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 هو جعيل ما حد قص فين جعيل جعيل كه ما حد قص فين واحد قص فين لا جعيل كده إنه قف وقف واحد جعيل عنده قف واحد جعيل علشان سد دول بلادو قلبي جاب سد كلية كده قلبي جاب غرات كده جعيل كه ليها جعيل فحياة وسبهم ونحفظهم بدين قنية جعيل أبغى سكستي حد قلبي جاب محوك لي ماني جعيل جعيل واحد شرير تويني هاي ودين غير غرية ده وجاي غرية صح هاي كل جعيل إيه جعيل محاول عيا حاول حياة الجعيل يجعيل يجعيل والبيري وكل جعيل يجعيل الله هذا الصح ده حيم قرنا أنا بقرس أدي أدفع كوسة بعد ما صدق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا المرك وركوس له شنن كيجة أحمد جعيل ميديا ما قعوا قصد حنا تقول راليه نقوله هاي أحمد جعيل شنن كيسة ما قعوا سدام حاش عليه سدام ما هالسنة كوس له وحنا كودين لها وما حيك الجعيل الجعيل ودرين ايه درين ده قف كل لاقه هذا مكا كالجعيل هي جعيل محاول عليه كالجعيل هي جعيل دوا أفهم مركل واحد اليوم بكرة دوينة سمير بيكون بيشوفني وما حد جعيل هذا جعيل و وحس كربانية دريميا قفها إيموشنال لوجو بيرن وقف كلا نقصده دوانها كتش على هذا ودريمي قفك هاين وقفت سامين كيش سؤال شخصينا كويدي وصح بالوحد فالقا ريقا السيسا لان يرتم انتا انن ينبا وحال قارس دا دي سدون شرر دا لما نقورسن ميدو البوحو كورنا يقلبي قالي قرد عواعي مقورسن يسادرتيد اما تشعيل كي يهرى قلبي يجبي ارن كام حد كورنا يسادو هرت قفل بس وحوي بوي قانا شايل أما جورك شايل كون ده الله بيكذين لكن هو أساس كواد وقبل عمرنا يو شايل جورك دلهي بنسمي لو قفنا وده الله شايل كسي سبنا ده وقفك تبعيا يو يدقن كيس قفك كيشد يا أما ده يموق يسمع مريك بعدي بعد قفك جور وهم ما نسي بركور وقفوا هنا وقنع يا بركور وما صدقين وح سبب يا تويس قاعدة ذي سمرين بقى وح نيتشبه يا يقولان تقو عن مقالك جديد مركا دنيرتن ما أنت يقولان تسوت هاجن يقولي بقى قلبيت كين مركا الله يجو كبلو ولا بربرا إلا برما دنيرت وحو تاجيهم خاطي لم يقورسن ولا سوت هاجن يهاي مركا بحد قص فين له يدون إني كالعيل كي ماشي أنا شرمية أرتا هل قا قلبيت كي أنا ربري ما نهاي iraan noo ku gursanaa noo balse baan moon garayn laakiin regalbeed waxaan leeyahay ila burumaad waan tii waayo sidoo jirna wadanku iska joogaa waxaan aranayaa de horta midba qabada ugu kooda waxay tahay xaga isha qarashaadka dadka badana 180 dhalinyarta hadda joogta way biilan karaan ma dhisan karaan marka mushkiladka haysta waxa weeye markii koowaadba baaqabad koowaad waxa weeye xaq ismihi adiyad boo ma santaal ma sant salaam aleekum walaal markii hore ku soo dhawow janankayga ahmed jaceel media markii koowaad magacaagu saddexnaad gooraliya magacaagu abdulqani abdurashid ku nool hargeysa wa aleekum salaam abdulqani abdurashid war koor waan ku mahadcelinaya abdulqani hadiyan su'aal ka ftana ku weydiyo dareenka ku saabsan waa maxay jaceel waa jacayl ku wadareen horta qofka aan u ogaan kirin markuu ku dhalanayo isla markaasna daarkii suumsago aad qofkii jacashoonda yaa ka oo wala zaqofka wadareysa hayeen jacaylka iyo kalgacaylka maxaa u dhacay waa horta kalgacaylku waxa weeyaan de hor qofka marka deen kalgacaylku waxa marka qof jacayl weeyaysid weeyaan magaraas aan badda xushmad u haysid baa kalgacaylada jacaylku inta uu wax horta jacaylku waa wax qurux badan sidoo kale qofna kama marmay inaga ku dhalaalay de kaad aad iyo aad baa maasanta afgani meeg halkaani wasal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا المرك هو ركوس لو كان كي جارك رمها جعيل كأحمد جعيل ميديا أدقول رالي مقع عاجوس دحن عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ولا المقع عاجو عبد القادر عبد الله تامع وأنا كل وي نقع جعيل كوبن بحي ما شاء الله ما سنت ولا وحنو كهل لنا رمها جعيل كما دبر دليل تو بنتها جعيل هذه سؤال شقراتين وليس كل رح صني وحويا أنت وابله لين وما حد جعيل مركها فكرة هان أدقو
مو محي جعيل ليو دي جعيل كما وحان وقان زوح وياي أنو جعيل كواحان وقان كالسوني يو درين لبقف نحمرة أيان وقانا وليبا جعيل كدي مركا حقا مركا دبلو الرعو جعيل كمركا لو يقول لبقف ويسقبا iyo marka loo eego jacayl waalidayn waxa jira saddex jeer oo jacayl ku yimaada koow waa marka een waalidka iyo ilmihiisa jacaylka dhaxmara laba jacaylka een rasuulka iyo de ilaahay ha alayhi salatu wasalam dhinaca isaguna iyo jacayl laba qof oo isqaba dhaxmara jira saddex jacayl baa adduunka malaha adigu jira wixii kale waa caashiq walaya wixii mariyaha iyo waxyaabaha ka kale ee caashiq walaya marka jacaylka wuxuu ma haysta marka de dhinacan loo eego dareen iyo kalsooni dhaxmara laba qof marka jacaylka loo eego labada qof lamaanaha ma sha Allah aad iyo aad baa maasantahay jawaab qurux badan baad siisay jacaylka iyo lacagta keyba wad badan jacaylka iyo lacagta tani iyo jacaylka iyo lacagta horti waa laba la iskool hubeeyay labadaas haddii aad jacayl iyo lacag waliba hadii loo eego dhanka xagga dumarka iyo ragga waa laba la iskool hubeeyay waxa de awood badan noo jacaylka awood badan ma oran karo lacagta awood badan dumarka ka waran imi ka raacaya inaan dibada ka yimid adigoo shan sano soo sheekaystay ka raacay qof dibadda ka yimid jacaylkiina kaaga baxaya kadibna iyagu laga soo ilma dhalayo waqtigu halka kaga xumaanayo hadhuun laga tegayo lix bilood inta la qabo laga baxayo ilmana dhashay khasaartay muxbii kalgacayl haddana dib qof ula soo noqonaysa arrimaha noocaas maxaad ka horley nidoodii horta arrimaha noocaasi marka hore waxa jacaylku xilmu yimaada marka hore waxaa fiican qaacidada qofku inuu jacaylku xilligu yimaada haba rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa lahaa ahubu bacda sawaaj jacaylku wuxuu yimaadaa labada qof markay isguursadaan wixii ka dambeeya jacaylkan laakiin ka soo horeeya guurka waxaa la yidhaahdaa xiisa isaga kana jacaylkii saxda ahaa ma labadan qof way isxiisaynayeen iminka waxaa dhacda laba qof baa waxay wada sheekaysanayeen muddo shan sano ama lix sano ama afar sano adigoo waqtiyadaas oo kale dee waqtigan xiisihi dib uu burburayaa waxaa laga yaabaa qof kaa kale la xiisaynayo in laga raaco waa tan oo kale dhacda halkaan su'aalka weydiiyo jacaylku waxa tiri waa bacda guur jacaylka guurka ka hor iyo guurka kadib kama macayn dee jacaylka guurka kadib waa macayn guurka kadib macayn sababtu ku macayn dee waa hadii aad qofku dee hadduu qirsan yahay kalaamka ilaahay iyo kii rasuulka calayhi salaatu wasalaam qof muslim yahay waxaa fiican inuu halkaa loo hogaamiyaa ma halkaa loo xadayay raaco dee rasuulkeenni baaba sheegay calayhi salaatu wasalaam marka dee taasaaba daliil iyo cadayn baa wey su'aashiida ugu dambaysa haddii beer jacayl galo waa beerkii hadduu beer jacayl galo waa beerkaagii hadduu jacayl galo halistii iyo bidhaanshaha halistii waa qalbiga bidhaanshihii waa maskaxda kee ugu badan yahay niyow hortay dee wax walba qalbiga maamulo waxaan odhan lahaa taa markan oo eego dee qalbiga ku badan yahay aad iyo aad baa baasatay walaalkacali asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaal marka hore kusoo dhowow jananka arrimaha jacaylka axmed jacayl media marka koowaad magacaaga adigoo raaliya magacaygu cabdifatax xasan walaal cabdifatax xasan walaal cabdifatax waa maxay jacayl jacayl macnihiisa sidiisa taariikhdii sameeyaa dee jacayl aanu ragga sidii kale waa wax dareen oo labada qof ku dhashay muugtay dee qof kastana sidiisa ugu dhalanayo muugtay marka waa dareen ba falee qaadayo qofka wuu qaadayo wey su'aal labadan ku weydiiyo haddii beer jacayl galo beerka qofka bini'aadamka hadduu jacayl galo halistiiyo bidhaanshaha keebu ku badan yahay yah halistiiyo bidhaanshaha halistiiyo qalbiga bidhaanshihii oo garaadka keebu ku badan yahay garas bidhaanshaha iyo halista iyo bidhaanshaha iyo bidhaanshaha halista waa qalbigii bidhaanshuhu waa garaadkii badan yahay waxa ka qalbiga ma aragtay xagga isku baday moogtay ee inta xagga aragtay ma la moogto day qofkiina yar aragtay inaa ka aragtay mooyaan de ma la si kale wax la arkayo si kale soo qabanayo waa wax iska macneewi iyo moogtay oo de waa qalbigu kaga dhacay marka waa sidaa way jacaylkii lacagta keyba wad badan kiba wad badan inta jacaylka aad wad badan sabab aniga laftayda inkastoo aad igu dhacay baa jacaylba kugu dhacay imisa sano jacayl soo martay waxaan soo maray kolay muddo dheer tahay xogeeya ilaa imisa sano ilaa imika ilaa afarti sano uu dambeeyay imika caashiq baad ahayd ahay way qalbigaaga ma lagu ciyaaray qalbigaaga miyaa lagu ciyaaray mise weli buu fiyo yahoo qalbiga lagama jibin weli qalbigayga laguma ciyaarin cidna qalbigama jibin weli laakiin weli baadidoon raadinaya weli shimbirtaadii mawada socotaan waqti xaadarkan ninka waan wada soconahaa waa si wanaagsan haddii ay ku arkayso ama ku maqlayso maxaad farin ugu reebi lahay halkan waxaan ugu reebiyaa dee soo dhowo kuleeya walaal aad bau soo dhoweynaya halkii bay hawsha inoga sii socotaa ba nayidi maasan insha allahu tacaala halkii ba inaga sii socon doonta aan kugu sii wado su'aal kale ugu dambaysa qofkaas jeceshihiin hadduu fariin maanta kuu soo diro
حالينات عادي سكو جيدين حاليات عادي سكو هيدين حسي هاتة وقت حاضر كان فرين كوسدرو فرين تاسو أه ولا المعن ولا التين ما هينقدر حيسو هل كان نقول شو تدرين كيني حد قلب جاكي أديك أهان هذا محك كل هانلي والله رونا هاتي هرتو قديم كا هل كان مهمة يا أم كا ولا سوونا خلاتي سد عاو كلا تصلعني ترى ذي كل يوم ورا كرت يوم ورا نسي إن شاء الله لكل والله كل يشبون بعدين يودع على جا يابا حاجة قلب جاموكسي مركا وحن كله حاجة دفري ما قدر يحنا كله إن جاي لالي بني إن شاء الله وكاي لالي دوتها وباسطة أدي أدب باسطة وقعدي أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا المركو ركوسدو شنن كيجا أحمد شعيل ميديا and أدي قول رالي مجا عاجو سدحن وأنا أحمد شايلو أحمد شايلو مقع يقول سدحان ومصطفى يوسف نور هذه أدبا ما أحسنتها مصطفى أنت تقول رالي عن سؤالك بيديو وما حي شايل شايلك أرتا قيحات عادي يلا مسعر سيدي سبا تسكى قاربة ميل بيدا يسكوك على شايلك أدقو الله بس يابد بو نقن خرا مدوا كانوا waa kanay dhalinyarada isticmaasho inta aan la isba guursanin kaasi dadku jacayl lama oran karo waxa iska xiisan baa loo oran kara qalbiga qof ku soo celceliyo jacaylka dhabti laakiin waa raxmad kun baa loo oran kara way mustafa sayl labadan ku wiidiyo jacaylkii lacagta keyba wad badan jacaylka iyo lacagta jacaylka dhabta iyo lacagta waxa awood badan anigu sidaan arkay شعيلك أود بدل شعيلك أود ها بس منك هدي بير شعيل قالوا وبركي هدو شعيل قالوا حلست إيه بدانشها حلست يو قلبك بدانشيها وجراتك كيف يكون بدين إيه وحكم بدين يا هاي جراتك جراتك ها وحلست إيه بدانشها ما جراتك قلت ها أفكر كذا مديني بس منك سن and ما أمسنت شعيل وحلاه كلها ما شاء الله قد ما سنت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولا المركو ركو سدو جنانكيغا ان ريمها جعيلكا ان احمد جعيل ميديا مركو ر ماغااغو سدخن عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وان كو دوهي ماغاي عبد الرحيم خضر علي عبد الرحيم خضر علي عبد الرحيم خضر اه ولا عبد الرحيم ادغو راليا وا ما حي جعيل 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 وا هو حق دخيا لمده قفيت دي رابين اسكوسان aan midna waan mid ka dhaxaya deesalba aan waalidkii waa kala ka hadlay laakiin laakiin waa waalidka ka dhaxay ah midna waa deeg midna waa ka labada qof ee in iskuusan labada dhuri ha ka dhaxay waa qaad in aan dhalinyaro tahay oo soo koraya jacaylka iyo lacagta kibada amsantay adigu jacaylka iyo lacagta kibada sidoo kale amsantay kibada amsantay aan jacaylka iyo lacagta kibada wada waxa wada lacagta lacagta wada ah waa si wanaagsan hay haddii lagu raado qofkii aas jecelayeen hadda fariin buu ku soo diray fariintaas oo ah walaal macan isma qaadi karno wal isteenina halka ma isku kaayda ha kula soo gudbuna laha tuu xulasho gubeenaya hadii daynaadu gaato waxa isku dhacaya yaa ina daynaadu gaato waxa aad ku kala tagiseen ah iyada naftiisa aad tahay hey ilaa ma iska kala tagay waxba ayaa ka dhex martaa wax qirti wax qirti saynaad gaato weer aad iyo aad baa ma soo talaad ma sha Allah daawadayaal halka adiga daawanaysaan waa Axmed Jacayl Media barnaamijkiina aan ugu tala galay in dadka ama dhalinyarta ka warisana arimaha jacaylka halkaas uu inoo geeyay maanta hadduu Allah wada dalaydmo halka su'aalada is weydiinaysa waxa tahay meesha maxaa ka magnaysiiyey dumar maanta ugu marnaanta la galinaa dumar qura aan wax ka qabano laakiin waxaan ugu tala galay in dhalinyar rag oo quraato wax ka qabano insha Allah taala barnaamijyada soo socdaana dumar kana ka qayb gelin doona insha Allah taala balse waxaan nigu codsanayna inaan jarankay ku soo birtaan arimaha jacaylka Axmed Jacayl Media like subscribe iyo share asxaabtiina la sii wadaagtaan adigu qofka la sii wadaagtay ku codsanayna laba qof oo kale u sii diro adiguna aad laba qof oo kale u sii dirto halkaas ay nagu joogay barnaamijka intii maanta maalinka bay kulmi doono waxaan leenahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh